فمه ضوءه ويداه صوته وصدا. قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النغمات. في ليالي الرحمة من الشهر الفضيل نجتمع في مجلس ذكر قد تكون فيها المنافسة شديدة، لكن ما الكل يتفق عليه إنها المنافسة الأجمل. وهل أجمل من كلام الله تتلوه بصوت عذب وتنتقل فيه بأحاسيسك بمعانيه ورسائله؟ يسرني في بداية الحلقة أيها الأحبة أن أرحب بلجنة التحكيم، الشيخ أسامة الصافي والشيخ مشار العفاسي والشيخ عبد الرزاق الدليمي وصديقي العزيز من خلف الكواليس صلاح الشطي. أمسي عليك بالخير يا صلاح. يمسيك بالنور والسرور يا أيوب. أكلمك اليوم من دهاليز برنامج المرتل ومع المشاركين، وملاحظ توترهم خصوصا في هذه الحلقة الاستثنائية، كونهم يعني هي هذه الحلقة هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لهم، فعسى الله يوفقهم إن شاء الله وييسر عليهم. جميل، اليوم الحلقة مختلفة. الحبايب اللي كانوا معانا المشتركين اللي تم استبعادهم في الحلقات السابقة يجمعناهم في هذه الحلقة، ومنهم يخرج مرتل يشارك المنافسين الذين فازوا معنا والذين اختارتهم أيضا لجنة التحكيم بالزر الأخضر. مسي عليكم بالخير. ندردش قبل لا نستمع مع المشاركين، وأبدأ الشيخ مشاري. الشيخ، مقومات الصوت الحسن، كيف لي أن أعرف أو أقول أن هذا والله قارئ؟ من أول أنت مرات كنت تستمع للمشاركين بس من يبدأ بسم الله تعرف قيمة. أبغي مقومات القارئ الجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن القراءة، قراءة القرآن الكريم، سنة متبعة لها طريقة مخصوصة، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فقرأوه كما نزل أو فقرأوه كما علمتموه. إذن ليس كل من يعني أتقن العربية، وإن كان التجويد أصله هكذا كان يتكلم العرب، لكن المقادير وبعض الصفات وبعض الأحكام خاصة فقط في القرآن الكريم، حتى لا يترك الأمر لكل صاحب صوت حسن أن يمطط كما يشاء. فالمقدار في المد مقادير معروفة، وكذلك في الغنن. إذن يعني التجويد أصل يضبط قراءة صاحب الصوت الحسن، كذلك التدبر والخشوع الذي يورث الخشية، كما قال ابن مسعود: إنما العلم الخشية. وهذا يأتي بتدارس القرآن الكريم. كذلك يعني طبيعة الصوت، يعني بحته، خامته، عرض الصوت، دقة الصوت، توظيف هذه القدرات وهذه الإمكانيات التوظيف الصحيح يأتي بالصوت الحسن. كذلك استخدام الترجيع اللي هو الاهتزازات الصوتية، ما يسمى العرب أو الحليات. كذلك التعبير في القراءة، في القراءة، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا، وهذا يدل على اتيان بالمقادير بقراءة موزونة متزنة لها سرعة ثابتة. كذلك موضوع المساحات واستخدام القرار والجواب بما يتناسب مع المعاني. كذلك يعني تطوير النفس في القراءة، وهذا يأتي بكثرة مداومة القراءة. وهذا يجرنا إلى أمر أن يعني حسن الصوت وسيلة ليست مقصودة لذاتها، إنما المراد أن يعني أن نتدبر كتاب الله عز وجل، أن نحفظ كتاب الله عز وجل، أن يعني نستمر في مراجعة كتاب الله عز وجل. فالقارئ المتمكن هو من يعني يحفظ كلام الله عز وجل، فمن يحفظ يعني كلام الله عز وجل يكون متمكن حتى في الأداء الصوتي. أحسنت شيخ أسامة. متى تطرب وتقول الله؟ يا سلام. هناك أساس وهناك لمسات، فالأساس هو الالتزام بالأحكام. وأنت أيضا يعني نهاء الاختصاص في مجال اللغة، إذا تكلم متكلم ولحن في حديثه مهما كانت الألفاظ مرتبة، مجرد أنه يكون هناك لحن
خلاص لا تستطيع انك تستسيغ يعني سماعه. كذلك في السماع للقرآن الكريم، اذا قرأ القارئ واخطأ خطأ يعني جليا، مهما كان الصوت جميلا فانه لن يشدك. لذلك الاساس هو ان ينضبط القارئ باحكام التلاوة ومخارجها السليمة. الأمر الثاني، الزينة الإضافية التي يمكن أن يستعرض فيها القارئ ويشد فيها السامع هو الثقة التي لدى القارئ حينما يقرأ بإتقان، من حيث إعطاء كل حرف حقه من مجرد الكلمة الأولى، بعلاقة كل حرف مع الحرف الذي يليه سواء كان بصفاته أو مخارجه أو حتى التفخيم والترقيق حسب التشكيل لكل حرف والعلاقة فيها بين كل حرف وحرف، ثم العلاقة بين كل كلمة وكلمة إن كانت هناك من مدود التزم بها. فتعرف أن القارئ من بدايتها، من بداية قراءته، أنه استطاع أن يقرأ قراءة موزونة ثابتة راسخة. ثم بعد ذلك من الطبقة اختارها والنبرة التي يقرأ بها تعرف أنت قدراته، حتى لو يستعرضها جميعا تعرف أنه عنده الشيء الكثير. ثم بعد ذلك أن يكون الصوت هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، يختص بها من يشاء، أو الحضور والخشية تأتي سبحان الله يعني لصاحبها القبول، يعني بغض النظر إذا كان الصوت يعني من أروع ما يكون أو كان طبيعيا، يقرأ الإنسان بقراءة طبيعية لكنه يجد ذاك الأثر سبحان الله لشيء في قلبه. أحسنت. وعند اللحن صاحب اللغة قلبه رقيق لا يحتمل اللحن. جميل. كيف لنا أن نطرب أذن الشيخ عبد الرزاق؟ يا سلام. أن يكون صوت القارئ مقترنا بالجمال والعذوبة والصفاء والوقار بقراراته وجواباته وجميع طبقاته وانكسارات الحزن كما تفضل المشايخ الكرام العرب الصوتية. أن يكون القارئ محكما ومحققا للأحكام والأنغام. نعم. وأن تلامس القراءة شغاف القلب قبل السمع. هكذا أرى. أحسنت. القارئ. أحسنت. المجيب. شكرا لمشايخنا. والمشترك الأول في هذه الحلقة أيها الأحبة، نشاهد تقرير ونرجع لكم إن شاء الله. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. جمالية الأداء تظهر في النهايات، فاحرص على انك تتدرب اكثر على انك تكون القفلات محكمه بشكل اكبر. صفاء الصوت ينعكس اما سلبا او ايجابا على صفاء الحروف. طولت في الغنى في الاخفاء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الجن
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حياك الشيخ عبد الله. حياك. والكلمة الأولى مع الشيخ عبد الرزاق. لك عبد الله. بارك الله فيك. الله يطول عمرك. ما شاء الله صوتك جميل وإحساسك عالي. لكن لديك قصور في جانب أحكام التجويد. نعم. كنت تخلط بين الضاد المستطيلة والضاء. وهنالك فرق كبير بين الحرفين. وهنالك أيضا إخلالات في مواضع كثيرة. أتمنى لك التوفيق. شكرا شيخ عبد الرزاق. شيخ مشاري. قراءة الأخ عبد الله قراءة خاشعة متعايش مع الآيات مؤثرة وهذا التعايش أثر على النغم يعني حسينا في يعني عذوبة و يعني قراءة مؤثرة لكن الإخفاقات في التجويد أرجو أن تنتبه إلى المد في فقالوا إن لم تمد هنا قرآنا كذلك الراء يعني لو أسكنتها ما اتخذ انتبه إلى الخاء هنا مفخمة فزادوهم راهقا راهق الهاء هنا بين حرفين مفخمين نفس الشيء فلا يخاف بخسا ولا راهق يجد لا ندري يعني القلقلة أعجبني الانضباط في المدود الطبيعية في أواخر الآيات يعني المد الطبيعي في سورة الجن متكرر كل يعني نهاية آية فيها ألف فكان الموضوع منضبط عنده أحسنت شيخ أسامة أخي عبد الله نصيحتين النصيحة الأولى أن عندك الإدغام والنون المشددة والمد الطبيعي مقدار حركتين إذا كانت في تلاوتك كلها ثابتة بنفس المقدار ستكون القراءة موزونة بشكل أكبر الشيء الثاني النصيحة الثانية ليكن لديك إرشيف إرشيف من سماعات كثيرة جدا لمشايخ كثر من القراء هذا يساعدك لما تقرأ أنا أعيش كنت تقرأ لما تقرأ أنت تتجه بطريقة معينة في الأداء تؤلفها في حينها وربما تحتار بأي طريقة يعني تتجه لما يكون عندك مخزون من سماعات كثيرة لقراء متقنين
يكون عندك سهولة في اختيار الأنسب، بل ربما حتى وجدت المرحلة أنك أنت تتصرف بطريقة التي تريد في وفق ما هو قد يعني عرفت به التلاوة. أحسنت، شكرا شيخ أسامة، شكرا عبد الله. الله يتوجه عند صلاح، والتعليقات يعني ما بين المدود وبين القفلات أيضا والمحافظة عليها من قبل المتسابقين، بعضهم يعني ممكن يأخذ بالرأي اللي أبغي أوصله حتى للمشتركين. طلعت وعندك فرصة التحضير الجيد، يعني القراءة أكثر من مرة قبل دخول المسابقة. الكلمة لك يا صلاح. مشاهدينا، عبد الله كان أول مشترك معنا لحلقتنا اليوم وهي المرحلة الخطرة. عبد الله، كلمنا كيف كانت استعداداتك وأنت تدري أن هذه المرحلة تعتبر هي من أخطر المراحل بالنسبة للمشتركين الخمس الموجودين؟ بالعكس، اليوم وخاصة الحلقة، حلقة اليوم كانت أفضل من الحلقة الأولى. يعني اليوم حماس والحمد لله رب العالمين. يعني كان في مراجعة وزهم الله خير كذلك نخبة القراء اليوم ومشايخنا، الملاحظات قلت عن ما كانت عليه. حسيتك مرتاح أكثر اليوم؟ إن شاء الله دوم مرتاح يا عبد الله. أعزائي المشاهدين، الحلقة اليوم حلقة ساخنة جدا لكونها يعني بصيص الأمل بالنسبة للمشتركين. أربع مشتركين يغادروننا، واحد بس اللي راح يظل معنا. فاصل قصير وراجعين إن شاء الله. أهلا بكم أيها الأحبة وعودة مجددا. نشاهد تقرير عن أسامة من المغرب ونرجع لكم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. تملك قدرات يعني في العرب وتحويلات من نغم إلى نغم، لكن عندك مشكلة في إخراج الصوت. نبرة الصوت جميلة بس فيها كتمة. لا أزيد على ذلك إلا أنه فقط تركز وتراعي أحكام التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع
فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حياك الشيخ أسامة. والبداية مع الشيخ مشار العفاسي. اليوم يا أسامة القراءة منوعة جميلة، لكن فاتتك يعني بعض الأحكام مثل قرآنا، يعني لا تضم الراء. بالنسبة للجيم عندك، يعني الجيم من أحرف الشدة، الجيم من الأحرف الشجرية، يعني من شجر اللسان، يعني من وسط اللسان، يعني ما ينفع تقول مثلا وأنه تعالى جد ربنا، لازم تشدها شوي. جد كذلك فوجدناها، مو فوجدناها، لا. ظننا، يعني الألف فخمتها شوي، نحن مطالبون بالفتح، ظننا لكن من غير تفخيم. الشيخ أسامة، تلاوة ما شاء الله أفضل ما قرأتها في المرة الماضية، فيها تنوع، فيها تصريفات، فيها ثقة، الحمد لله. الملاحظتين، لا توجد همزة في نهايات أحد ولا، يعني هي أحد ولد، لكن أنت كنت تختمها بهمزة أشبه بالهمزة وإن لم تكن الهمزة فيها. كذلك مثلا دون ذلك، الكاف ساكنة تحتاج إلى همس حتى توضح أن في كاف، ما تحركها، لكن الهمس مطلوب لتبين أن هناك كاف حتى تكون ذلك تختفي. بشكل عام أنا أرى أنها أفضل، هذه التلاوة أفضل مما كانت المرة الماضية. شكرا شيخ أسامة. شيخ عبد الرزاق. شيخ أسامة ما شاء الله اليوم كنت متألقا بصوتك، جمال صوتك يتجلى بتحليقاتك عند المدود وركونك على الميم والنون المشددتين، صوتك جميل بلا شك، وأنت قارئ مساحة صوتك هي اللي يعني التكوينية الخلقية هي هكذا جوبلت وفطرت عليها. إضافة إلى ما تفضل به المشايخ الكرام، احرص على التفريق بين القاف المفتوح في طرائق تي تيددا ورهقا، حيث وقع الهاء المستفل بين حرفين مفخمين، تمام؟ وعين سمعنا كانت مضطربة فيها اضطراب، تمام؟ لم تكن ساكنة بالسكون المحض. كنت موفقا وأتمنى لك التوفيق. جزاك الله خير، بارك الله. شكرا شيخ عبد الرزاق. شكرا شيخ أسامة. والمشترك الثالث من مصر، أيها الأحبة، نشاهد تقرير ونرجع لكم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. احرص على أنك تقرأ بأريحية من البداية، فترتاح وأيضا استريح السامع. اخترت النغم الغير مناسب لك، واخترت الطبقة الغير مناسبة، وكنت تعتصر العرب عصرا. الصوت الحسن هو من يحسن توظيف مواهبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العظيم. حياك يا شيخ ياسر، حياك عند النقطة هذه، والبداية مع الشيخ أسامة. يا مرحبا الشيخ ياسر، الله يسر الله لك الأمور. ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، حدد مواضع الوقف التي سوف تقف عندها قبل البدء بحيث تأخذ النفس الكافي للوقوف عندها، لأنك يتبين عند قراءتك أنك يبدأ الصوت يضعف 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 لأنك ما وضعت في الاعتبار أين ستقف من البداية. الملاحظة الثانية، لا تمد حيث لا مد، مثل ولا ولد مثلا أو ولا رهق، هي يعني ليس فيها مد. الملاحظة الثالثة، ولما سمعنا الهدى آمنا، الهمزة هنا لم يعني تظهر بشكل واضح، فالمد بعد همزة لا يكون المد على حساب ظهور الهمزة بشكل واضح. موفق. شكرا شيخ حسام. شيخ عبد الرزاق. الأخ ياسر بارك الله فيك، عندنا قاعدة أساسية، القفلة هي الميزان الذي يقاس به القارئ، ومن صلحت قفلته صلحت قراءته. أنت أغلب قفلاتك
عندك القفلة تضيع والنشاز عندك في القفلات. ما أعرف قد يكون يعني لقصر في النفس، هذا يؤثر كثيرا على كثير من القراء يقعون في ذلك، يبدأ يشحذ النفس عند القفلة، وأهم ميزان هو القفلة. أتمنى لك التوفيق. شكرا شيخ عبد الرزاق. شيخ مشاري، اليوم يا شيخ ياسر كنت أحلى من المرة اللي طافت، واليوم عندك توظيف النغم للتعبير كان جيدا يعني، لكن أحيانا أشوفك يعني تأشر وانت تقرأ تأشر، أظن هذا تنفيس عن بعض تعبيرك، يفترض أنك ما تحتاج أنك تحرك إيدك، تورينا هذا التعبير بصوتك أكثر، يعني في ناس تحتاج إلى أنها تأشر بيدها أو براسها أو كذا، هذا يعني مش مطلوب. مقادير الغنن عندك يعني كانت طويلة شوي، أكثر الغنن عندك كانت طويلة يعني تأثير وغلبة النغم عليك، يفترض أنك ما تحفظ يعني جمل تريد أن تقولها، أترك لنفسك لخشوعك لتأثرك المجال للتعبير. اللي يبعث الله أحدا، الباء ما كانت يعني مقلقلة، يبعث نقعد نفس الشيء. أحسنت شيخ مشاري. ياسر بناخذ معك فاصل قصير وبنرجع لكم أيها المشاهدون. أهلا بكم. المنافسة اليوم شديدة، مشترك واحد سينجح معنا، المشترك الرابع، نشاهد تقرير ونرجع لكم. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أنت بحاجة إلى العناية، لديك ضعف في الأداء القرآني وأحكام التجويد. أتمنى أن تقرأ من الجوف حتى لا يخرج الحرف متأثرا بالخيشوم. حب القرآن نعمة عظيمة، وتلاوتك فيها تفاعل يدل على أنك متعلق بالقرآن، وهذه نعمة اصطفاها الله سبحانه وتعالى لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء
فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العظيم. حياك فيصل حياك. والشيخ عبد الرزاق ما شاء الله الأخ فيصل بارك الله فيك أنت جميل ورائع يعني يكفي وقوفك وجيتك وتعبك يعني قراءتك جميلة صوتك مريح وهادئ إلا أن لديك يعني قصور في مجال يعني أحكام التلاوة والتجويد أنا متأكد أن لديك الكثير وبإمكانك أن تحسن من أدائك وتضبط أحكام التجويد بشكل أتقن من ذلك موفق إن شاء الله إن شاء الله. الشيخ مشاري اليوم يا شيخ فيصل كانت القراءة فيها يعني تحسن كبير وصوتك فيه شخصية خاصة فيك وهذا شيء جيد يدل على عدم التكلف وعدم التصنع لكن عندك مشكلة في الهمزات والهاءات أكثر أو كل الهمزات والهاءات كان عندك مشكلة فيها يعني هذه حروف الحلق يعني أو بعض حروف الحلق همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء يعني قل أوحي إلي أنه أوحي إلي أنه من البداية وكثير يعني فزادوهم مثلا يعني فوجدناها كثير من الهاءات عندك كانت كذلك اعتني بالحروف التفخيم ربهم الراء ربهم متخذ التاء مرققة الخاء مفخمة في ثاني درجات التفخيم خاء يعني من حروف الاستعلاء لكنها مفتوحة وهي تكون في ثاني مراتب التفخيم يعني تفخيمها عالي على الله كذبة على الله الفتح لا 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 تشمه بال يعني الضم على الله على الله لا على الله شكرا شيخ مشاري قول الحمد لله همزات مش همزات رعنا فيها شيخ أسامة أخي فيصل حتى تكون هوية التلاوة متكاملة بالإضافة إلى ما تفضل إليه الأخوة من الملاحظات الألف الواو الياء إذا كانت الواو يعني إذا كان الكلمة مضمومة بعدها واو ياء قبلها مكسور والألف كذلك أعطيها بشكل واضح مقدارها المطلوب مثلا يهدي ما تكون يهدي ما تكون بين ولا حتى الألف يكون بين سورة الجن أو المقطع الذي تفضلت بتلاوته يمتاز بتكرار مجموعة من المقاطع الهمزة تكرر بشكل كبير والشدة والمدود فما دامت هذه متكررة في الآيات بشكل يعني متكرر احرص على أن تكون كما هي في كل مرة لا يعني طريقة الأداء فيها وإنما مقدارها مقدار الشدة يكون هو مقدار المد هو وضوح الهمزة كذلك هو
في النهاية أخي فيصل، أنت يبدو بشكل واضح الحرص عندك لتلاوة القرآن الكريم، وقيل دائم خير من كثير منقطع. احرص ولو على المدى البعيد التلقي والتعلم، ستجد أن هناك يعني فرق كبير جدا في تلاوتك مما كانت عليه هذه الأيام وفي المستقبل القريب بإذن الله. شكرا شيخ أسامة، شكرا فيصل. شيخ مشاري على عجالة، يعني معلومة للمشاهد، مراتب تفخيم الخاء كم مرتبة لها؟ التفخيم له مراتب. إذا كان الحرف المفخم اللي هو الأحرف أحرف الاستعلاء خص ضغط قض، إذا كان الحرف بعده ألفا بعده ألف مثل يعني خالدي قال مفتوح وبعد ألف يكون في أعلى مراتب التفخيم، ثم مفتوح فقط، ثم المضموم، ثم المكسور، يأتي الساكن ينظر إلى ما قبله. فإذا كان الحرف الساكن قبله مفتوح يكون أقرب إلى التفخيم، إذا كان مضموم يكون يعني أقل شوي. إذا كان ربنا لا تزغ تزغ، أحسنت، مش تزغ لا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. شكرا لك شيخ. الكلمة عند صلاح. مشاهدينا، فيصل كان المشترك الرابع في حلقة اليوم. فيصل، لو أنت مكان لجنة الحكم، شنو نقاط القوة ونقاط الضعف اللي تشوفها بنفسك؟ بالنسبة للنقاط الضعف، خلينا نبدأ قالوا الهمزة والهاء وبعض المدود. نعم. أما نقاط القوة، يمكن أن الصوت ما أقلد أحد من المشايخ، أحاول أن يكون له صوت لك هوية خاصة، هوية خاصة. نعم. فيها، فحسيت يمكن تكون نقاط قوة فيها. إذا تعتقد أن ملاحظات الحكام اختلفت أو نفسها؟ لا اختلفت، ولكن النقاط اللي قالوا لي عنها قبل ما رددوها مرة ثانية، فمعناته أني قاعد أطور من نفسي الحمد لله. الحمد لله نعمة. كم جزء حافظ فيصل؟ أحفظ مقتطفات من القرآن، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. عسى الله يوفقك ويزيدك ويزيدنا من فضله. أيوب، عطنا المشترك الأخير في حلقة اليوم. شكرا يا صلاح. نأخذ المشترك الأخير وتابع نتابع معاه تقرير ونرجع لكم. سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. واضح جدا أن لديك ضعف في أحكام التجويد. لينقصك الأحكام، الأحكام تسقل الصوت. لو حرصت، لو آية تقرأها على يد شيخ متقن يوميا أو حتى مرتين في الأسبوع، أثر غير عادي وفرق متناهي ستجده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حياك الشيخ حسين، تفضل عند هذه النقطة الخضراء، والكلمة عند الشيخ مشاري الفاسي. يا شيخ حسين، صوتك طيب وأحرفك حلوة، وهذا يجرنا إلى شيء. التجويد عبارة عن احنا نتعامل مع حروف، مع كلام الله عز وجل. هذه الحروف لها أوصاف ثابتة لازمة متلازمة فيها، وأوصاف طارئة. هذه الأوصاف الثابتة، أنت أحرفك جميلة جدا، يعني عندك فصاحة، عندك ذلاقة في العربية، لكن الأوصاف الطارئة من أحكام يعني تفخيم وترقيق، مقادير، هذه محتاجة يعني ضبط ويعني تلقي عند شيخ متقن. ولا الأرضية جميلة جدا، عندك المخارج حلوة ويعني الصوت جميل، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شيخ أسامة، أنا عندي اتفاق مع حسين، وعدنا بعد سنتين يا حسين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى، بإذن الله تعالى. شكرا شيخ أسامة. شيخ عبد الرزاق، الأخ حسين مثل ما تفضلوا المشايخ الكرام، يعني أنت ما شاء الله، أنا في اعتقادي لو أنك أتقنت أحكام التجويد والله أنت قارئ بإذن الله تعالى. صوتك ما شاء الله، حنجرتك مرنة وطيعة، يعني تقدر تأدي كل النغمات بيسر وسهولة، مو صعب عليك، لكن أهم شيء أنك تلازم يعني مقرع وتتقن أحكام التجويد، وإن شاء الله نراك في الموسم المقبل بمستوى أفضل من ذلك بإذن الله. شكرا شيخ عبد الرزاق، الكلمة مع صلاح يا حسين، وهذه الوعود عاد ما أدري وين رايح حسين، أصب 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 أنا الضيع عاد، هلا هلا عاد، هذه الوعود أخاف أنه تروح هباء يا شيخ أسامة، توعد المتسابقين وعقب سنتين الكسل، الكسل هو اللي يذبحنا. باب يعدي السنتين شو تعدي يا رب، عاد يشدون حيلهم. لك الكلمة يا صلاح. شكرا لك يا أيوب. حسين، أعزائي المشاهدين، حسين كان آخر مشترك معنا في حلقة اليوم. حسين، كونك أنت آخر مشترك يعني سمعت كل المشتركين اللي قبلك. صحيح. شنو تقييمك لنفسك؟ مدى تفاؤلك؟ حياك، قرب هني. الحمد لله رب العالمين. بس علي صوتك أكثر. رحم الله عرف قدر نفسه. طبعا الملاحظات اللي عطوني إياها لجنة الحكام والمشايخ يعني كانت دقيقة وفي محلها. نعم فعلا، وان شاء الله ان شاء الله خلال الفترات الجايه ان شاء الله والسنوات اللي ان شاء الله راح يكون في تطوير. ما شاء الله على المعنويه العاليه هذه، نستفيد منها ما شاء الله. كل الاحوال انا مستفيد يعني. الحمد لله كل الاحوال الحمد لله. احنا مستفيدين بشوفتك يا شيخ حسين. شوفتكم ان شاء الله الحمد لله رب العالمين، شرف لي. الله يحفظك. كتاب رب العالمين شوفتكم يعني كلها استفدت فيها خلال هالمسابقه الحمد لله. الله يحفظك ويزيدك من فضله يا شيخ حسين. اعزائي المشاهدين، حسين كان اخر مشترك معنا في حلقه اليوم، فاصل قصير وراجعين لا تبعدون. عودة مجددا أيها الأحبة، في هذه اللحظات الحاسمة عندنا أربع مشتركين اليوم بيغادرونا، ومشترك واحد بيتأهل معانا إلى التصفية. تصفية حبة حبة نصفي احنا، ايه، فاليوم أربعة بيغادرونه. أسمع تقرير من التقارير، واحد من المشتركين قال اسمي فلان وعمري 75 سنة،
يوم دخلت قال يوم راجعت الحلقة قال 25 سنة يقول 75 وين يشترك معانا. بس يعني إن شاء الله ليش لا ناخذ كبار في السن ولا في عمر معين شيخ؟ مفتوحة مفتوحة الحمد لله. طيب عندنا 4 مشتركين وبيغادرونه، وحسين أنت يعني لا سمعتك تقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لا امرأ أي مفعول به، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ومن كان استفيد حبيبنا يا حسين، بس يعني ما عليه صوتك جميل والله، الله يجزي خير، فخسرت أنت معانا، شوفتكم مكسب الله على راسنا على راسنا، بس ترجع خطوة خطوة ورا خطوة ورا. إيه الآن المنافسة يعني من بين 4 بعد أيضا أصوات جميلة وندية. عبد الله يعني أنت اليوم ما شاء الله غادي جميل، وأدائك اليوم صراحة أفضل عن من ذي قبل، إذا كان خف إن شاء الله عليك باليانسون، عليك باليانسون وخطوة ورا حبيبنا. الحين أنا ياسر أخاف منك، بس سامحني والله سامحني، خطوة خطوة. الآن ما بين أسامة وفيصل، ما بين أسامة وفيصل، يعني الأجواء الحماسية كانت رائعة، وتشرفنا بشوفتكم يعني للمرة الثانية على التوالي في هذا البرنامج، وبنكسبكم إن شاء الله المرات الجاية أكثر وأكثر. وإحنا نقول اللي شارك معنا برؤية لجنة التحكيم وهذه الوجوه الطيبة هذا روحه مكسب والله، فجزاكم الله خير. وشيخ أسامة ترجع خطوة لورا، وفاز معنا فيصل بالبركة فيصل. شكرا السادة المشاهدين، شكرا شيخ أسامة، شكرا شيخ مشاري، شكرا شيخ عبد الرزاق، وشكرا صلاح الشطي، والشكر إليكم أيها الأحبة. نراكم إن شاء الله حلقات مقبلة، دمتم في رعاية الله. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويدا صوته وصدا، في ثناياه نهر قويم من حروف القرآن الكريم، كل حرف يجيد أداة روضة في هدى. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويدا صوته وصداه.